مساء الخير. من أكتر مشاكل الجواز اللي جات لنا هنا في قصة حقيقية وبتجينا لحد النهاردة المشاكل اللي بتحصل بسبب الجواز في بيت عيلة، ومن كتر ما اتكلمنا عنها بقينا خلاص بنحاول احنا نستبعدها من اختياراتنا في الفترة الأخيرة. أصل هنقول إيه أكتر من اللي قلناه قبل كده؟ هنقول إيه أكتر من اللي قالوا المتخصصين اللي ظهروا معانا؟ ما تتجوزوش في بيت عيلة. لكن اللي خلانا نفتح الموضوع النهاردة إن صاحبتها بتفكر في الانتحار، وإن بيت العيلة رافض يعالج طفل صغير مريض عشان مصاريف البيت والأرض أولى. تعالوا نشوف منار بطل القصة حقيقية النهاردة بعتها تقول لنا إيه. اسمي منار وعندي 24 سنة. حكايتي بدأت بعد ما خلصت دبلوم تجارة، كان عمري وقتها 18 سنة وعايشة مع أهلي في اسكندرية. اتقدم لي واحد عمل لي نبحر طحينة، اتخطبنا وأقنعني أني أسيب اسكندرية وأروح أعيش معاه في بلده في الأرياف ونسكن في بيت عيلة، بحجة أني هبقى رايحة بلد معرفهاش ومش هيكون لي فيها لا أهل ولا صحاب، وأقنعني أن أهله هيبقوا حنينين عليا وهيخلوا بالهم مني زي بنتهم بالظبط. اتجوزنا على طول، ومن وقت ما اتجوزت وأنا بشوف أسوأ معاملة من حماتي وإخواته، كل واحد فيهم بيتحكم فيا كأنه هو اللي جوزي. واكتشفت ده متأخر لأني اتجوزت من هنا وحصل حمل بعد الجواز على طول. لقيت أن أمه وإخواته مش مقدرين أني تعبانة وعايزيني أمشي بقوانينهم وطريقتهم. فيش حاجة اسمها أن الحامل ترتاح فترة الحمل، خصوصا لو حملها كان فيه مشاكل. عايزيني طول الوقت أشارك في شغل البيت وشغل الغيط، وأنا مش قادرة. لحد ما حصلت الولادة بدري وخلفت في الشهر الثامن بسبب مشاكل صحية، وابني اتولد عنده شلل دماغي أثر على مركز الحركة وتسبب في مشاكل كتير، وهم كانوا هاديين جدا ولا كأن في عيل رضيع بيعاني ومحتاج رعاية خاصة. وأنا اللي كنت بجري بابني يا سالي بكشف عليه، وبدأت رحلة علاجه لوحدي. استحملت عشانه كتير جدا، وعشان نتائج العلاج الطبيعي كانت بطيئة شوية لقيتهم متضايقين ورافضين علاجه. يعني ايه رافضين علاجه؟ اللي أعرفه انه لما حد ابنه بيتعب بيعمل اي حاجة عشان يعالجه. تعالوا نكمل. فوجئت بيهم بيقولوا المصاريف للبيت والأرض بس، ولا كأن الولد ابنهم، وكل اللي بيقولوه اقعدي اخدمي في البيت. بقيت في اليوم اللي بكون فيه رايحة جلسة لابني بخلص شغل البيت الأول وبعدين أمشي، بس ده ما كانش عاجبهم. بعدها حصل حمل تاني، ولما ولدت لقيت أني مش عارفة أهتم بولادي ولا قادرة أراعيهم، وكانوا على طول تعبانين ومحدش من أهل جوزي مقدر ولا حاسس بيا، لدرجة أن ابني تعب جاله التهاب رئوي ودخل العناية أيام الكورونا، وقعدت بيه 6 شهور. فضلت ساكتة ومستحملة لحد ما من سنتين نفسيتي تعبت وزهقت من الوضع ده وجبت آخري. متخيلة يا سالي أني لما كنت أعمل شغل البيت وابني بيعيط ويبقى عايز يرضع وأقعد كده يدوب أرضعه، ألاقي أخو جوزي بيقولي قومي شوفي البهايم الأول وبقي رضعيه، أو قومي نزلي البرسيم اللي جاي من الغيط وشوفي اللي وراكي. مع العلم إن هما 3 رجالة كل واحد منهم يؤمر ويشخط. لما قعدت أتكلم مع جوزي وشرحت له قد إيه أنا تعبت ما بقيتش قادرة أستحمل الوضع ده، لقيته ودن من طين وودن من عجين، وبقيت متدمرة نفسيا، فقررت أسيب البيت وأروح عند أهلي. ولما كلمني في التليفون قلت له أنا خلاص مصممة على الطلاق، قام طلقني طلقة واحدة. وبابا زي أي أب مش عايز يخرب بيت بنته، فضل يقول لي ارجعي يا بنتي واستحملي واصبري وربنا هيعوض عليكي. ماما أيدت كلامه، اضطريت أسمع كلامهم ورجعت. قعدت السنتين دول لحد ما جالي غضروف وظهري وجعني، بقيت بعمل علاج طبيعي ليا أنا وابني، وده كله وحماتي مش مقتنعة أني تعبانة، بتقول أني بمثل وبدعي المرض. وحصل كذا موقف منها خلوني خلاص قسما بالله مفيش في دماغي وقتها غير أنه يطلقني أو أموت نفسي، من كتر ما أنا مش لاقي حل تاني. وقلت له كده فعلا، طلقني أو هقطع شراييني وموت نفسي.
فسكت كده شوية، حسيت إنه هو اتأثر بكلامي. وقبل ما ينزل الشغل لقيته بيقولي بصي أنا هزعقلك قدام أهلي عشان تروحي ترتاحي شوية عند أهلك ويبان إنك ماشية زعلانة بدل ما يزعلوا مني إن خليتك تمشي بمزاجي وتحصل بيني وبينهم مشاكل. فقلت له موافقة. فعلا لقيته بيزعقلي وهو واقف على السلم وقال لي اطلعي لأمي قولي لها إني رميت عليكي يمين الطلاق. قلت له لا أنا مش هطلع لها ومفيش بيني وبينها كلام. سكت شوية وفجأة لقيته بيقول عليا الطلاق ما انتي قاعدة هنا روحي وانتي طالق. ورحت عند أهلي ومعايا ولادي الاتنين. هو شكله قلب الموضوع جد، ها؟ مش كان عايز يمشيها كده وكده قدامهم؟ راح رمى اليمين بجد وطلقها. تعالوا نكمل. رمى عليا اليمين وأهلي دلوقتي بيضغطوا عليا تاني إني أرجع، بس أنا مش قادرة أتخيل إني ممكن أدخل البيت ده تاني. وكل ما أفكر في الرجوع كل ما يزيد تفكيري في الانتحار بعد كل اللي حصل لي منهم كلهم. ومن كام يوم لقيت جوزي بيكلمني في التليفون بيقول لي إحنا في آخر فترة التلات شهور بتوع العد واعملي حسابك إني هرجعك. قلت له أنا مش راجع. قال لي يعني أنا غلطان إني عملت كل ده عشانك وطلعت قدامهم في الآخر غلطان وطلعت نفسي غلطان عشان تروحي عند أهلك من غير ما حد يغلطك. أنا عملت كل ده عشانك عشان يبني طلقتك ومحدش يلوم عليكي. وبعد ما مشيتي سمعت كلام زي السم من أهلي ومحدش بيخاف علي ولا بيسأل عني وإنتي كمان عايزة تسيبيني. وقتها حسيت إنه صعبان علي. بس لما جه مع عمه عشان ياخدني لقيته بيقول لبابا بنتك غلطانه، غلطني قدام اهلي واهله وجاب الذنب كله عليا واتهمني اني مهمله. انا محتاره خايفه اثبت على قراري واكون بظلمه وبظلم ولادي وخايفه ارجع اكون بظلم نفسي. الحيره دي مخلياني بفكر في الانتحار. قولوا لي اعمل ايه؟ لحد هنا وخلصت رسالة منار. مش قادرة أعرف جوزها بيفكر إزاي، مش خايف على أولاده ومنين عمل اللي عمله ده كله عشان يخليها تروح عند أهلها وأعصابها ترتاح، ومنين رجع تاني غلطها قدام أهلها وقدام أهله بيتهم إن هي مهملة. طب ما هو رمى عليها اليمين، في حد ممكن يكون بيمثل فيطلق مراته كده وكده، ها؟ يرجع ياخدها تاني بعد العدة وأهلها بيضغطوا عليها عشان ترجع. طب لو رجعت إيه اللي يضمن إن اللي حصل ده ما يتكررش تاني؟ وفعلاً هي منار ممكن تنتحر بجد ولا بتهدد بالانتحار؟ أسئلة كتير في قصة منار هنجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنونا. قصتنا النهاردة عن منار اللي اتجوزت وهي عندها 18 سنة بعد ما خلصت دبلوم تجارة وسابت أهلها في اسكندرية وراحت تعيش مع جوزها في الأرياف. سكنت معاه في بيت عيلة وهناك اكتشفت إن حماتها وإخواته بيتحكموا فيها حتى وهي حامل وتعبانة ما بين شغل البيت وشغل الغيط. منار خلفت وهي في الشهر الثامن وابنها جاله شلل دماغي أثر على مراكز الحركة وبقت هي اللي بتجري بابنها لوحدها في رحلة علاج طويلة جدا. اتفاجئت بأهل جوزها بيقولوا لها المصاريف عندنا بتبقى للبيت والأرض وبس، وبدل ما العيل بقى واحد بقوا اتنين. خلفت تاني ومنار ما بقتش قادرة تلاحق على علاجهم ورعايتهم وشغل الغيط والبيت. راحت رايحة عند أهلها فأهلها رجعوها ورجعت ريما لعادتها القديمة زي ما بيقولوا. تعبت لدرجة إنها يعني قعدت تفكر في الانتحار، وده اللي خلينا نتكلم في القصة تاني النهاردة. جوزها اقترح عليها إنه يعمل معاها خناقة كده وكده عشان تروح لأهلها وترتاح هناك شوية، وهو بيعمل كده وكده رمى عليها اليمين بجد طلقها. لما العدة قربت تخلص كلمها عشان ترجع، وهي دلوقتي بين نارين، ترجع وتكرر نفس التفاصيل تاني ولا تصمم على موقفها وتقول له خلاص مفيش رجعة. عشان كده منورنا ومشرفانا النهارده دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية.
ازيك يا دكتور أم؟ عاملة ايه يا مول؟ ازيك يا احلى سالي في أخبارك الدنيا؟ ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد ايه رأيك لله. في بيت العيلة يا مول؟ هنعيد تاني اهو عشان التكرار يعلم الشطار. بصي انا حب يعني انه عنوان بيت العيلة ده مش هو الأساس من وجهة نظري، هو عنوان ومشاكله كتيرة وفي إحصائيات وفي حركات وكده، ولكن المشكلة الحقيقية من وجهة نظري لما قريت القصة، يعني القصة دي محتاجة تحليل أكتر من أي حاجة تانية. ايه بقى؟ يا جماعة في حاجة اسمها ثقافة، ثقافة شعب، ثقافة مجموعة من القرى أو من المحافظات. قصدك على المناطق إنه الأرياف غير المحافظات زي اسكندرية والقاهرة بجد تختلف؟ طبعًا، طبعًا. ففي يعني طول عمر يعني مش عايزة أظلم بيت العيلة، لأنه زمان بيت العيلة ده كان ليه مفهوم غير دلوقتي خالص. كان حنية، كان دفى. مفهوم العيلة ده كان الأصل، بيت العيلة ده كان الأصل، والاستثناء هو اللي بيستقل. طبعًا. يعني بيت العيلة ده من أول فيلا أو عمارة خاصة بجنينة 5 أدوار بكل حد ليه دور وليه كده، وبيت العيلة ده من أول أوضة كان دافع أولاد العمام يلعبوا سوا وأولاد الخالات وتلاقي كله ملموم بالظبط كده، بنتغدى سوا في رمضان يجمعنا سوا. طب أنا عايز أسألك على حاجة يا مول، والخالات الجو ده إحنا مفتقدينه أصلا. زمان الناس كانوا أطيب بتحليلك النفسي كده، وإحنا إيه اللي جرالنا؟ خلينا ما هو بالظبط كده، هو إيه اللي جرى في المجتمع كله؟ عايز أعرف إحنا ليه كده؟ أنا مش عارفة في إيه. يعني احنا بنقعد كمحللين او كنفسيين او دارسين بنقعد احنا ملناش دور ان احنا نحاول نفهم هو في ايه. يعني زمان الناس كانوا اطيب، الناس كانوا اكتر متراحمين، كانوا اصلا بيعذروا بعض، كانوا اصلا عندهم صبر اكتر، كان اصلا عندهم مفاهيم وقيم تخص يعني الاسره. انت عايزه تقولي انه سقف المطالب اترفع قوي بالنسبه للناس. ممكن تكون التكنولوجي كمان، يعني حتى الاطفال بقوا يتفرجوا على حاجات تكنولوجي، تحسيهم اطفال، تحسيهم غير الاطفال اختلفت إيه، والمراهقين اختلفت والكبار اختلفوا. يعني احنا بقالنا يعني حبه حلوين في حاجه بتحصل في طاقه الكون وفي الثقافات كلها. صح، تمام. حتى مفهوم الكبير، مش زمان كان في حد كبير في العيله كده كلنا نستشيره ويبقى طيب وحنين على الكل ويقول كلمته ما نقدرش نتنيها؟ احنا مش ده مش موجود تقريبا دلوقتي، ما فيش. صح، ما بقاش في حاجه اسمها لو لقيتي صديق كلام او صديقه كده تبقى حاجه، يبقى انت مرزقه. لكن الخال او العم او الجد او الجده اللي هي بتدير الامور بحب وبجبروت برضو، بس بحب، بس الدنيا ماشيه، هي بتقوم توزع المهام الصبح على انت هتعملي كذا وانت هتعملي كذا، وانت كان في رحمه يعني بتوزع حاسه بعقل. انا عايز اقول لك انا لمست في قصه منار. ايوه بداتي كلام، لا انت بداتي كلامك بحاجه قلتي من الاول بقى قبل ما نتكلم عن الرحمه، قلتي في فرق بين اسكندريه وفرق بين الارياف. طبعا. هل هي المفروض ما كانتش تعمل كده؟ لا، ما هو انا بقى ما عايزه اقول لك الكلام في القصه دي المره دي هيكون من وجهات نظر مختلفه. ايه؟ اولا انا بلوم، اصل كمان عايزه اقول ايه، ان احنا بنقعد نحلل ونلوم احنا بنيأسها اكتر. بس احنا معلش يا منار، انا مش بس هفيدك انت، انا عايزه افيد بقى كل اللي ممكن بيسمعونا. طبعا. والاهالي اللي ممكن تكون ناويه تعمل كده في بناتها. الف بيت جواز لازم تاخدي حد من ثقافتك. يعني ايه الف بيت جواز لازم تاخدي حد من ثقافتك؟ يعني ايه من ثقافتك؟ يعني من بلدك، او لو بلد تانية يبقى انت هتسافري معاه بلد عربيه او اجنبيه علشان تعملوا مستقبلكم. اما اذا انت هتتجوزي حد مش من ثقافتك، يعني اهله مش شبه اهلك، اخواته مش شبه اخواتك، هو مش شبهك، الجوازه دي مش تنفع حتى لو فيها قصه حب. بعدين دي بنت صغيره عندها 18 سنه. بس احيانا بيبقى في ناس مختلفه امل، يعني في ناس تبقى عايزه مثلا حد يبقى مقفل شويه او عادات مقفله شويه، تختار بلد معين. في اختلاف يرفع العلاقه، اللي هو اتنين بيكملوا بعض. ده في الطباع يا سالي، مش في الثقافه. يعني ايه؟ يعني خليني بس الحياه الزوجيه تتبني على ايه؟ بس انت بتتكلمي عن بلد وبلد، مش بتتكلمي على عن محافظه ومحافظة. اتنين اتجوزوا دلوقتي، انا عريس اتقدم لواحده بنت، العريس ده من محافظه بيشتغل في الغيط، بيشتغل مع البهايم، بيشتغل دي حاجه شريفه وجميله جدا. انا مش بقيم شغلته. لا، هي أنا دي بتكلم على دي نوع فيها ثقافة. سلام نفسي وعملها بحر طحينه برضه في نفس الوقت. مامته معاها ايه هم ليهم قوانين بتحكم انه الغيط اهم حاجه. هم عندهم قوانين بتحكم حياتهم مختلفه تماما عن قوانين المدينه. هلو. بمعنى ان اللي عايش في اسكندريه والمنصوره والشرقيه
بعض بلاد الشرقيه دي محافظات كبيره ومصر طبعا. طب لو هي كانت هتعمل كده بس مش هتسكن في بيت عيله، فمعلش بقى انا هسالك السؤال ده برضو، لو هي كانت هتعمل كده ومش هتسكن في بيت عيله فهي لا تتبع قوانين يا جماعه انا بعيد عن بيت العيله خالص دلوقتي، انا مش انت بتتكلمي ان هم برضو كانوا ممكن يسيطروا حتى لو هي قاعده معاهم في نفس المحافظه من محافظه ثانيه، يعني ما انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص دلوقتي. انا بتكلم في انه دول ثقافتين مختلفتين ليهم قوانين مختلفه وحاجات كتير مختلفة ملهاش علاقة بالطباع، ليها علاقة بالقوانين اللي بيديروا بيها عيالهم. لو هي مش مطالبة ان هي تعمل يعني كده هي أمل او لا ليه على عريس بيعمل كده، هي واحدة عايشة في اسكندرية لا راحت غيط ولا عرفت برسيم ولا عرفت بهايم. انا معاكي بس لو هي كانت هتروح مش هتعمل كل لكن ده، لكن هي تعرف تبقى ست بيت وتطبخ وتنظف. ولو انا هروح البلد التانية وهعمل كده وابقى ست بيت واطبخ كان هيفرق؟ طبعا هيفرق، طبعا هيفرق. يعني هي كانت لازم تعرف من الاول ان هو بيعمل لها بحر طحينة، كان لازم من الاول يعرف تعرف شكل العيشه قبل. يعني القواعد يا جماعه دلوقتي انت، انا بتكلم دلوقتي انا هخاطب باباها ومامتها دلوقتي، انت جالك عريس لبنتك اللي عندها 18 سنه جالك من ارياف، الف ب اطلبوا يعزموكوا عندهم في البيت وروحوا شوفوا شكل الحياه بنتك هتعيش ازاي. طب لو كان قال لهم انا جاي من الارياف بس هقعد معاكم في اسكندريه كانوا يوافقوا؟ بجد؟ حتى لو هو ثقافته دي وبيئته دي وهو ما هو لازم، ما هو ربنا ليه عمل قرايه الفاتحه والخطوبه عشان نعرف بقى. بس هل انا كنت هعرفهم ان هم ممكن ما يعالجوش ابني غير بعد الجواز؟ انا مهما عشرت الناس يا امل، الجمله دي ايوه الجمله دي بالذات يعني ضربه يعني تحت الحزام، لا ليها علاقه بدين ولا بقيم ولا مبادئ. انت مستفزه جدا على فكره من الجمله دي، الفايبز واصله هنا والله. طبعا فايه بقى، فده ليه علاقه بس انا عمري ما اقدرش اقول بقى هنا الثقافه، لا لان ثقافه الفلاحين فيها جدعنه وشهامه، ده لو طبعاً. ابن جارتهم نزل ناقص هيلاقوا بيه الناس بتلف بيه، واللي بيديها عربيه ينزل بيه البلد علشان يشوف له دكتور فده الاصل في الناس الفلاحين، الجدعنه والشهامه والكرم والكده. تلومي منار على دي انه انا مهما عاشرت مهما عملت قرايه فاتحه انا مش هقدر الوم منار، انا اقدر الوم اهلها. حتى اهلها كانوا يعرفوا منين ان اهله ممكن يطلعوا بالجحود؟ لا اهلها لما رجعت لهم اول مره بطفل واحد كان المفروض بطفل واحد الخساره هي عندها مش كذا مشكله ورا بعض. هي بتقول لك من اول يوم جواز شفت البهدله كلها. بس المشكله ادي اول مشكله. تاني مشكله بتقول لك انا خلفت على طول واتبهدلت وانا حامل، وبعدين جبت طفل ناقص عشان وعنده مشاكل التامن. وبعدين هما مش رحمينها، وبعدين هي راحت لابوها متطلقه رجعوها. انت الحاجات دي كلها بتقولي انه باباها رايحه لهم بعيل واحد مريض، انت كنت عايزه باباها يقول ما فيش رجعه تاني؟ فكان لازم باباها ساعتها يعمل حاجه. يا جماعه اخذ الحق حرفه، اصل احنا مش كل كلمه هنقول الطلاق حل. انا انت عارفاني انا اخر خطوه إيه؟ الطلاق، خصوصا لو في اطفال طبعا. ولكن في انت حتى لو ما فيش اطفال في ما بتحبيش الطلاق، في طريقه. وبعدين بقى امل ضد الطلاق، عمرها ما هتقول لك اتطلقي يا حبيبتي. ايوه لا لا، الطلاق ربنا عمله عشان في حالات لازم نتطلق، ما فيهاش كلام، هو ربنا خلقنا وادرى بينا ولا معاك كتالوج بتاعنا. يعني لو هي هتنتحر مش لازم تتطلق؟ هارمي نفسي يا اخي من البلكونه سيبني. انا جايه لك بقى في حته الانتحار دي، فخلينا بس الاول نفسر للناس المشكله الازليه بتاعت ليه نسب الطلاق بقت عاليه جدا. عشان اختلاف الثقافه وبعدين اختلاف الطباع. يعني الثقافه دي حاجه وينتج عنها الطباع. اوكي، ثقافتي وانا عايشه في المدينه انواع الشغل وانواع الجيران وانواع الصحاب وانواع الحياه ليها شكل، وان انا عايشه في قريه في غيط، في ممكن يبقى قصر جوه الغيط ده بمليارات على فكره، ولكن هم الثقافه الستايل اوف لايف مختلفه تماما عن اللي عنده نفس المليارات دي. في الاخر عايشين فين؟ فهم تبع احكام وقوانين المكان ده بالظبط. يعني ما اقدرش ان انا هقول لهم مثلا انا عارف في بيت عيله في ارياف اقول لهم انا هعمل بول وهننزل، انا هنعمل بسين، هنهزر؟ ثقافه دي ثقافه، هنهزر دي ثقافه. لكن ان انا اكون قاعده مثلا في فيلا في التجمع، فيلا في زايد وريفر او في اي مكان، هقدر اقول ان انا هعمل بول. دي قصدك كده صح؟ وبعدين لما يبقى عنده ثلاث اخوات، قصدي كده جدا، وقصدي انه دلوقتي هو عنده ثلاث اخوات رجاله، فازاي بيشغلوا الست في الغيط؟ هم على فكره في الارياف بيشغلوا الست في الغيط الاغلبيه كويس. بس الارياف عندهم رحمه بالحامل. يعني انا اعتراضي ان هما الثلاثه ممشيني، امال راجلي فين؟
لكن ما عنديش اعتراض ان انا اجي بقوانينكم وانتوا اتفقتوا معايا، انا ما اعرفش متفقوا معاها ولا ان هي تشتغل في الغيط. يبقى عشان كده نرجع تاني لباباها بقى ونقول ان باباها لازم يعمل قاعده ووقفه قويه ويتكلم المركز قوه. انا اديتك بنتي مركز قوه، ايه ما هيرموها؟ ما يرموها، مش هتموت من الجوع، هتطلق، ده تهديد. هو ليه الاهالي كلها بتقعد تقول لها ما تكملي ومعلش واستحملي عشان عندها عيال، وعشان الطلاق في الارياف حاجه مش حلوه، وعلشان الطلاق مش حاجه حلوه اصلا لا في ارياف ولا غير ارياف، وفي مسؤوليات. انا ما اعرفش ظروفهم الاجتماعيه ايه، باباها شايل هم، الاب يعني بيبقى خايف ان هو يصرف على بنته فبيرميها تاني نفس الرميه، بيبقى خايف ان هي اصل هي بيبص بنظره يائسه جدا، عندها 18 سنه متطلقه يعني، وعندها ولدين او عندها عيلين ومش مكمله تعليمها، عندها دبلوم، هترجع لابوها في اسكندريه، هتعرف تكمل تعليم؟ لا. هتعرف تشتغل؟ قولي ان هي حاجه و20 دلوقتي لانها اتجوزت 18، هتستنى عريس؟ استني عليا، هتستنى عريس صح؟ هياخدها بعيلين؟ هياخدها بعيلين، هيكون جاي عامل ايه بقى اللي ابوه اللي هياخدها بعيلين ده؟ هيكون برضو جاي عنده عيلين تانيين. فهم الناس علشان مش عايزه تجرب حاجه جديده فتقول لك نعرفه احسن ما نعرفوش. شلت كده كده يا بنتي، شلت كتير يعني، شلت كتير فعودي بقى كملي، فخلاص بقى كملي واستحملي. هي لازم بس تلاقي طريقه، يعني احنا من الكلام دلوقتي هنحاول ان هي تلاقي طريقه تعرف تاخد بيها اي حقوق. انا عايز اسالك على حاجه، لما تكون واحده عندها طفل تعبان او كده ما بتاخدش بالها ان هو ما تخلفش تاني؟ يعني ده سؤال خبيث جدا. هل في الارياف حبيبتي؟ طبعا ده لو يعني جوزها، لو هي طب انا ابني الاولاني طلع عنده مرض اجيب تاني؟ ثانيه واحده، لا قدر الله، وانا ده مش مرتاحه. يا سالي الثقافه، لازم الكلام ده بيتم باتفاق بين الست وجوزها، يعني بين كل طفل وطفل سنتين على الاقل، يعني على الاقل مش ورا بعض. ايوه طب عشان صحتها وعشان صحه الطفل اللي جاي، عشان جالنا طفل وانا بضطر اشتغل في البيت وجالنا طفل تعبان. هنا بقى نخش بقى على نمره ثلاثة اللي هو جوزها، فين شخصيته؟ يعني ليه هي ما حاولتش تقعد تتكلم معاه بدل ما تقعد تقول له يأسه وهنتحر وهموت نفسي؟ يعني جربنا الجو ده جاب طلاق، ما اتكلمت وقالت ودن من طين ودن من عجين. انا الكلمه دي حتى لسه بترن في ودني دلوقتي. الطلقه الثالثه بيلا رجع. طبعا خلاص ثالثه، فهو كده في طلقتين، فعلشان الموضوع ده يتحل. في حاجه اسمها طلاق كده وكده؟ لا في الاسلام ما فيش حاجه اسمها كده وكده. في حاجه اسمها انت تهزر معايا تطلقني؟ ما هو ما فيش حاجه اسمها كده في الدين. انت بتريحني؟ هو كان لازم، هو قال لها اطلعي قولي لامي انا رميت عليك غمين. هو ما رماهوش لسه. تحليلك ايه للشخصيه دي؟ اذا شخصيه اللي تضحك عليا بكلمتين وبعد كده ليه فجاه بيطلقني بجد وبعد كده رايح لمامته، هو ايه ده؟ ده مغلوب على امره ولا ده ايه؟ شخصيه ابن امه شويه، امه مسيطره. ده ابن امه؟ طبعا. والثلاث رجاله التانيين نفس السيناريو، عشان بيقول لها ما ترضيش ابنك وقومي شوفي البهايم وبرسيم. هو ازاي فين جوزها بقى؟ هو جوزها بيشتغل ايه؟ يعني هو مش معاه في الخيط، هو مش قلبه على ابنه على بس ضناه. هما ساعات بيبقوا الكبير ليه اولويه في الارياف، والعيال الصغيره بتسمع، يعني هو الاخوات الصغيرين انا مش عارفه ترتيبهم ايه بصراحه. هو انا حاساه هو صغير خالص الدلوعه الحيله، لا فكنا بنتحكم فيه. انا حاسه ان هو شخصيه اعتماديه. ما يعني اصل يا جماعه برضو عايزين نفرق ما بين عقوق الوالدين حاجه مش بنتكلم فيها، وانك تعرف تتفاهم مع مامتك. انا ما بقولكش عق والدتك، انا بقولك بالعكس، هو فين لو مالكش خير في والدتك يعني. مش هقولك خير في حد، لكن انا بقولك انت لازم تتكلم مع والدتك علشان تبقى عارف ان في حاجه اسمها حدود ربنا حطها. علاقتك بامك دي في حته، وعلاقتك بمراتك دي في حته، وعلاقتك بعيالك دي في حته. ما جابتش سيره السلايف، ما جابتش سيرتهم خالص. ممكن يكون هم عشان بيعملوا كده وهي رافضه ده كله فما علقتش عليهم خالص. ما اعرفش، مش هقدر استنتج حاجه في قصه السلايف. ما لهمش شخصيه يعني، كلهم ماشيين كده خالص. السلايف من نفس الثقافه فمش ظاهرين في الصوره. فما فيش عندهم مشكله. انت ما يعني ما جابوش من زوجات من خارج نطاق القريه بتاعتهم او المحافظه بتاعتهم. اوكي، هي المشكله كلها جايه هنا من فرق الثقافه وفرق الوعي. بس انت مش مشكلتك بيت عيله قوي يعني انه بينتهك خصوصيه بيت العيله؟ يا جماعه ده مفروض انه كانت حاجة طبيعية جدا. الا بعد الاستثناءات تبقى فعلا ام مفترية، يبقى عندها سلايف مفترية. لكن ده بيبقى يعني مش هو ده العنوان اللي احنا عايزين نحطه. هو لو هي قالت له نقعد في شقة بعيدة هيوافق؟ لا طبعا. اهله مش هيوافقوا؟ طبعا. ما تجربش؟ تجرب، مش هيحل مشكلة. بس هو مين اللي يعمل كده؟ مين اللي يعمل كده؟ اللي يعمل كده ابوها دلوقتي يبعت يجيبه. انت يا ابني قلت هتعيش في بيت عيله واحنا وافقنا
وكان في وعد منك ما هو جابوا واشتكى وقال ان هي مهمله هيعملوها كويس وهيعملوها باحترام وهيبقى هيدلعوها وهيهننوها. امل جابوا واشتكى وقعد وسط جوه وعمه وقالوا ان هي مهمله وهي اتصدمت وقال انا هاجي اخدك قبل ما العده تخلص وكلمتين حنينين ما تسيبينيش وانا ماليش غيرك وسيستمها زي ما بيقولوا. بعد كده راح جاي قال لها انت مهمله وانت وانت. ايوه يتعمل فيه ايه ده يتعمل فيه ايه؟ ولا حاجه. يتقالوا ان انت كذاب عادي كده في الوش كده. اه طبعا يتقالوا ان انت كذاب وده مش اتفقنا وتحلف وتقول له بيني وبينك مصحف ربنا بجد. اه قدام ابوها وقدام حد من اهل يعني حكى او يجيبوا العمده او يجيبوا حد يجيبوا حد كبير يعني كبير. حد من يعني ابوها او حد كبير من عيلتها يكون عنده شخصيه اكتر من ابوها ويجيبوا حد من العمده ولا حد كبير حد كبير في الارياف كلمته مسموعه. وفي حاجه اسمه في قسم في الدين اسمه يمين غموس. يعني ايه يمين غموس؟ يمين ده ملوش كفاره. يعني بنحلف ثلاثه بالله العظيم ليه طريقه كده حتى بيتعمل في بعض المحاكم على فكره. يمين غموس انه ملوش كفاره، انه ما ينفعش تبقى كذاب وتتفطر 60 مسكين او تصوم 3 ايام. عشان كده اسمه يمين غموس. وبيني وبينك ربنا حصل 1 2 3 وتحلف هي اليمين ده وانت كذاب. فهو يحلف قدامها لو كان يقدر. لانه اصل ده يمين يعني لازم الشيخ يشرح لهم انه ده حاجه كبيره. اوكي بلا رجعه يعني مفهوش ان انت يحلفوا ويبقى في حكم هيفضل في رقبتك ليوم الدين. بقى ودلوقتي قدامك انت ضحكت علينا في 1 2 3 وبهدلت ضناك اللي هو شايل اسمك وضناك التاني بيتبهدل. انا كده مش عارفه لا عارفه ابقى زوجه ولا عارفه ابقى ام ولا عارفه ابقى اي حاجه. فلازم يعني نقيم حدود الله. حدود الله دي ايه؟ ان انا من حقي يبقى لي يومين في الاسبوع ارتاح فيهم، حتى لو انا بشتغل باجره هيبقى لي يومين في الاسبوع برتاح فيهم وعدد ساعات معينه اشتغلها. طب ده عشان انا شركه ادميه ترميله بس اخد الحق حر عشان انا بحبك وباقي عليك بس نعمل ده بحق ربنا. طب هي اللي هتقوله تتعهد ان مامتك مش هتعرض لي، اخواتك يعاملوني كويس، اللي هتقوله بحبك سيبولي وقت لاولادي سيبولي وقت لكده، ادوني مصاريف زياده لعلاج ابني. يعني ايه مش بنصرف غير على الارض وعلى الاكل؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ في اي شرع واني دين اللي ممكن تقول كده؟ اللي بعت لنا تقول انا حاسه اني بفكر في الانتحار وهنتحر، هي ممكن تنتحر بجد الاول؟ لا بصي كل واحد فينا معلش كلنا بنسمع كده كلنا بنقول هموت نفسي وخلصكم بالي. هي الام بتقول حاجتين، همشي من البيت ومحدش يعرف لي طريق، دي معروفه. أيوة. يا رب اموت وارتاح، يا اما انا هموت نفسي واخلص منه. يعني حكايه دي احنا حافظينه. وهو الانسان في لحظات الياس الشديد لما يكون عنده عجز انه يلاقي حيله، وهي الله يكون في عونها بصراحه. يعني انا بحلل عشان اساعدها مش باجي عليها، فاهمه؟ انا بحلل عشان هي تلاقي من كلامي ده تاخد اي حاجه من اللي انا قلتها ده وتحاول تطبقها. تمام. الانسان في لحظات الياس فعلا بيفكر في الموت. الموت ارحم وكلنا بنقول كده يا رب لو رحتي عندك خدني. دي معروفه دي. ولكن ساعه الجد اكيد لا، على ما تعرفوا ايه مش بتهون عليكي ولا اولادك هيهونوا عليكي، والحرام والحلال والكلام ده كله، والانسان مش هيخسر، لكن لانه في حلول. طب في حلول. تمام. فتحاول تتكلم مع اهلها وتحاول تتكلم مع شيخ او حد كبير في الموضوع. يعني علشان ايه؟ لازم يكون في حد غير باباها، لان واضح ان باباها شخصيته ضعيفه. هو كاي اب مسالم مش عايز بنته يعني ترجع لما تجيب اخرها، انت فاهمه؟ يعني ترجع لما يوديها مستشفى المجانين. لا يعني لازم يوديها مستشفى المجانين يعني عشان خاطر يعني ما هو برضه هو مش مقتنع ان دي مصاريف برضه. كانت مامتها راحت مستشفى المجانين. يا ابو منار ممكن انت كده هتصرف اللي وراك واللي قدامك على علاج بنتك. مش هيكفيك. بس ممكن يبقى على قد حاله. خلي بالك الاب ساعات في ابوات بيخافوا ان هو هيصرف على بنته تاني، وبتلاقي الام برضو ساعات بتبقى هي اللي لو راحت اشتغلت اللي هي بتشتغل ده في الارض عند جوزها عند ناس غريبه هتبقى مليونيره. مش كل الناس هتعمل فلوس قد كده. مش كل الناس يا امل كده. ما انا عارفه ده كمان بقى لو مرات اب بقى مش ام، لا ما بترضاش ان البنت تتطلق. لا انت هترجعها تاني نشيلها تقيل، احنا ما صدقنا خلصنا منها. طب دلوقتي هي متطلقه مرتين يا سالي، فاوبشن الطلاق ده هنخليه اخر حاجه عشان في عيلين. ولازم الحل الوحيد في الحاجات دي لازم يا شيخ يا حد ذو صفه ليه تاثير على الاسره دي من بلدهم مع حد ذو تاثير. يعني انت رايك ان هي ترجع؟ انا مش رايي انها ترجع ولا انها تتطلق. انا قلتش لا تتطلق ولا قلت ترجع. قلت رايي هو اللي انا بقوله ده. لازم قاعده بشروط ارجع بشروط. بعد الشروط دي لو القعده دي جابت نتيجه ايجابيه بنسبه اكتر من 60%
هنرجع لو قمنا ضربنا بعض. لكن لو القعده دي هي ما توفقتش فانه حد يبقى من عندها يعرف يتكلم وحد من عنده يعرف يقول بطلوا افتراء وده حرام شرعا اللي بتعملوه ده ضناكوا ده حفيدكوا ده حف ده دي بنت ناس دي صغيره دي وهكذا. لانه البنت دي مثلا عندها انزلاق غضروفي، الاهمال في علاج الانزلاق الغضروفي ممكن يخليها تجي لها شلل، ممكن يجي لها مشكله. فلو لازم يكونوا ما رحموهاش ان هي خلفت في الثامن والبيبي جاله كده، ما هو في الثامن البيبي بيتعب، فهم ناس ما دخلوش حضانه فحصل له كده. يا حبيبي عنده جبروت في الحوار طبعا، يعرف يحط لهم طريقه لاداره ده. يعني انت رايك ان هي تعمل كده؟ طب لحد ما منار تعمل الحل اللي انت بتريده يا دكتور امل، تعمل ايه في الوقت ده؟ تعمل ايه؟ تخليها عند اهلها، يعني هي لازم تصر انا مش هتطلق لكن انا عايزه حل، يعني هي تمسك في الكلمتين دول. طب والحمل اللي بتقول انه البنت بتدعي المرض دي بنتعامل معاها ازاي؟ الحمل بقى دي بتبقى برضو نوع الثقافه اللي في البلاد دي، هو ما ذكرتش ان عندها راجل حما، هي عندها، هو دايما الست بتبقى مسيطره في الاماكن دي، بما انها ذكرت بتبقى الاغلبيه الست هي كلمتها اللي بتسمعها، فواضح انه هي ست من طبيعه اللي هو ايه عندها الافكار اللي بتحكمها انها لازم تبقى قويه وتبقى 100 راجل وتبقى مسيطره. ايوه ما قالوش الكبير، قالوا الكبيره. الكبيره هي اللي بتقول وكلنا مش وراها. الكبيره هي بقى البنت دي لو كانت بس قاريه شويه ولا كانت عرفت تاكل حماتها دي كلمتين حلوين. لا طبعا تيجي تقولي عليها بتدعي المرض وانا هاكلك بكلمتين. لا هو دي مراحل متاخره، انا بقول ده انا هاكلك بحاجه، انا بقول من الاول. يعني لو كانت راحت قالت لها من اول مشكله انا زي بنتك وماليش حد هنا وانت هنا زي امي، كانت اتصلبطت يعني. طبعا يا جماعه، هو ليه يا جماعه الصلبطه هي الناس الحل. مش فاهمه ازاي تاخد حقوقها، مفيش حد بياخد حقه بالخناق على وجه الارض بجد. اه مع انه ساعات بيجيب لما الناس تخاف منه. لا مفيش حد بياخد حقه كامل تالت ومتلت بالخناق، حتى في الحروب فيها ضحايا طبعا، حتى الحروب الدول المفتريه اللي بتخش تبيد الناس عندها خسائر. فعشان تاخد اخذ الحق حرفه، هي اللي هتتزعم واقوى الحق. سلاح عند الانسان هو عقله طبعا، وبناء على عقله الكلام اللي هيقوله. طب هي اللي هتتزعم الحركه دي، يعني هي تروح تقول لباباها يا بابا انا رايي ان 1 2 3 4 ونعمل كده. انا مش تقول لباباها بحكمه، تحسسه ان هي نضجت شويه وانها اكثر قوه، نضجت شويه. البنت اللي عندها 18 دلوقتي مثلا بقى عندها 22 ولا حاجه، فتقول له دلوقتي انا بخسر صحتي وبخسر ولادي وبخسر نفسي، فمين الكسبان؟ واتطلقت مرتين، انا لا همشي في الطلاق ولا هرجع، والزوج انا هفضل قاعده كده لحد ما تشوفوا لي حل عشان لما ارجع ارجع على اساس يكون في على الاقل 50% راحه. اخر سؤال هساله لك بقى على بعد الرجعه، الزوج ده تتعامل معاه باللين ولا بالشده؟ الزوج ده يجي منه، لانه الراجل اللي قال لها في الاول خلي بالك ضعيف الشخصيه مع مامته ضعيف الشخصيه مع مراته. طبعا حبيب قلب ماما يا ناس، يجي هنا يقول لي ماما قالت عليا ايه. طبعا فهو ضعيف الشخصيه. بصي يا حبيبتي الانسان مش بيتجزأ، كويس كويس مع الكل، ضعيف ضعيف مع الكل، طبعا شرير شرير مع الكل. هو ليه هي مش قادره تاخد بالها من شويه الحاجات الحلوه اللي فيه؟ بمعنى هو محتاج ام اكتر، بمعنى ان هو قال لها ايه؟ انا هعمل نفسي بزعق، ده حاجه حلوه قوي على فكره عشان اريحك عشان قدامه، وروحي ارتاحي علشان ما تطلعيش غلطانه. هو كمان خايف لما تقول له ايه الدلع ده انت هتبوظها، ولا هو يا مامته قال لك وبرده عشان ماما ما تغلطنيش. بالظبط كده، سمعت كلام زي السم بسبب بالظبط. فنعمل ايه؟ فهو الراجل ده بيعزها بيحبها باقي عليها، هي ده قليل الحيله وهي المفروض تقول له يعني ده قليل الحيله، ولازم هي تعرف تحتوي. هي واضح انها بنت صغيره وبريئه وضعيفه. اقري اقري اول ايه في القران، اقرا طبعا اقري ترى كيفيه التعامل مع الزوج اللي هو بيبقى اتاتش ليكي، او اقري واتفرجي على لقاءات واتفرجي على دكاتره واتفرجي على برامج، في كتب على الانترنت ببلاش. انا اللي عجبني وعجبتني الكلمه اللي هختم بيها معاكي، اللي هو الزوج ده يجي منه، الزوج ده يجي منه بتبقى حلو، الزوج ده يجي منه لانه هو حاول يساعد على قد امكانياته. صح. الثقافيه والشخصيه، ازقه بقى لقدام واخد حقي تالت ومتالت، بدل ما اقول له بقى هنتحر وموت نفسي، ده انا اتدلع واتزوق
يعني وكده مش عارفه اقول كلمتين حلوين وكده مش عارفه اقول ايه يعني. فكلميني قولي لها طبعا تليفوني متاح لكل الناس طبعًا. اي حاجه as usual thank you يعني تحت امرها جدا هقدر اساعدها كتير على التليفون اديها شويه يمكن اسمع منها تفاصيل اكتر تخليني اقدر اكون يعني ويجعلنا سبب ربنا معي. بس نورتيني يا مولي ده نورك يا سالي احلى سالي يا استنونا بعد الفاصل لسه في كلام كتير قوي ليك يا منار استنونا قلتها قبل كده في كل الحلقات اللي كان فيها مشاكل بسبب الجواز في بيت عيلة وهكررها تاني النهاردة عشان أي واحد أو واحدة قربوا يتجوزوا واتفقوا يسكنوا مع أهليهم يبقوا عارفين بلاش ما تعملوش كده ولما نيجي نحسبها نسبة وتناسب ونشوف كم جوازة نجحت وكم جوازة فشلت في بيت عيلة مش هتلاقي لها إحصائيات أو أرقام رسمية موثقة نقدر إن احنا نزعها ونقولها لكم لكن على الأقل لقينا مؤشر نقدر إن احنا نستند عليه المؤشر ده هو محاكم الأسرة في محاكم الأسرة يا منار قصص كتير شبه قصتك منها اللي أصعب بكتير كمان كلها قايمة على نفس السبب هو بيت العيلة مش بس الزوجات هي لوحدها اللي عانت من السكن في بيت العيلة لا في كمان أزواج عشان تبقوا عارفين إنه دايما بيقولك بيريحوا يعني بيريحوا الزوج عشان يريحوا بنتهم لا في أزواج حصل معاهم مشاكل كتير جدا لما راحوا يعيشوا مع أهل الزوجة في اللي لما اختلف مع أهل مراته ضربوه ورموه برا الشقة وقالوا مالكش عندنا حاجة بعد ما صرف على التشطيب والفرش وعمل كل حاجة واستقبلنا هنا في البرنامج من أول أسبوع عشرات القصص والمشاكل كانت في بيت عيلة كان بطل رئيسي فيها أخيرهم كانت قصة زوجة اكتشفت إن أهل جوزها بيدخلوا شقتها وهي بره بيفتشوا في دولابها متعلقاتها الشخصية ساعات كمان بيفتشوا في أكياس الزبالة عشان يعرفوا بتاكل إيه وبتشرب إيه وجوزها مش موجود وفي كمان تصريح لدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بيقول فيه إن 99% من حالات الطلاق والانفصال سببها إيه؟ تدخل الأهل في الحياة الزوجية والسكن في بيت العيلة عشان نكون منصفين هنحاول نفهم أبعاد الموضوع خليني أقول إنه مش دايماً المشاكل بتحصل عشان في طرف بيكون وحش أو طرف تاني بيبقى طيب ومظلوم لكن القرب الزايد عن الحد ساعات بيبقى مشكلة بيخلي البيوت كلها تتدخل في خصوصيات بعض أكتر من اللازم لحد ما يبقى ده الطبيعي تبان تفاصيل خاصة جداً زي إيه المفروض ما حدش يعرفها غير القريبين قوي ساعات تانية ممكن يكون حد متضايق أو تعبان محتاج إن هو يقعد مع نفسه شوية يكتشف إن الاختيار ده مش متاح في بيت العيلة كل الأبواب مفتوحة على بعضها فزي ما بقول لكم تطلع في لحظة ضيق كلمة كده ولا كده تعمل مشكلة كبيرة غير بقى مشاكل الأطفال مين ضرب مين مين خد لعبة مين وهو نازل دوامة كبيرة مقارنات شفت مين جاب إيه لمين شفت جالها شبكة قد إيه شفت جاب كام في المية طيب ليه فلانة بتعامل جوزها ازاي وانتي ما بتعمليش كده ليه بصي بتلبس ايه ودايما مهتمة بنفسها وانتي مهملة كل التفاصيل دي تعمل مشاكل حتى ما بين الناس الطيبة المحترمة اللي ما حدش فيهم عنده نية ان هو يختلف او يتخانق كلها ابواب ممكن يدخل منها الشيطان للنفوس لأي نفوس ضعيفة او مش ضعيفة هيخليها تشيل من بعضها بالسنين ما بالنا بقى لما يكون الزوج ضعيف الشخصية كده مش قادر حتى ان هو يعني ياخد باله من كرامة مراته يحميها وابنه مش فارق معاه حتى صحته ولا فارق اي حاجه زي ما حصل في حكايتك يا منار كان لازم من اول ما حصلت المشاكل دي كان لازم تكون في قعده عرب زي ما بيقولوا يحضر فيها اهلك واهله ناس كبار من البلد زي العمده ناس مسؤوله ليهم كلمه وكلمتهم مسموعه نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا واذا كان ده ما حصلش في الاول فاحنا لسه فيها لازم ده يحصل دلوقتي أنا عمري ما هقول لحد يصرع الطلاق ولا هقول لك خليكي مصممة وتحرمي ولادك من أبوهم لكن مع إنك تبقي مصممة إن يبقى ليكي بيت بعيد عن أهله يبقى ليكي حياتك الخاصة باباكي ممكن يسأل على ناس ليهم كلمتهم في بلد جوزك أكيد عندهم حد كبير دي ميزة في الأرياف إنه في ناس كبيرة ليها كلمتها العمدة ده بيبقى مسؤول عن الأعداد دي كلها بيعملوا قعدة رجالة والناس كلها تبقى قاعدة وراجل ليه كلمة ما ينفعش يرجع فيها يعرف اللي ليه واللي عليه ما تسيبيش كل حاجة متعلقة كده يا منار واجهي بس بالخير لأنه الخير هيجيب خير وعايزة أقول كلمة لكل أهل وأهل جوز منار
مش هقول لكم غير جمله واحده، يعني هي جمله واحده مش كلمه بس، جمله جمله. خلي عندكم شويه رحمه زي بنتكم اللي ما نرضاهوش على بناتنا وما نرضاهوش على بنات الناس، حرام عليكم. سمعتي معانا كمان نصايح دكتور امل في الفقره اللي فاتت، وسمعتي كلامي دلوقتي، والطلاق مش لعبه. الرجاله بقى اللي بتقعد 24 ساعه بقى، طب عليا الطلاق ما حصل، طب وحياه ولادي، مع بتحلف بولادك وبتحلف بالطلاق، والطلاق بيقع، بيقع كمان مره، طلاق بيقع يعني تبقى مطلقها لو انت حلفت على حاجه فعلا، حتى لو انت ما تعرفش بس حلفت على حاجه حصلت. حرام عليكم، طلقك كده وكده اهي الثالثه تبت، مش هتعرف تشوفها تاني ولا تشوف عيالك. ربنا خلى الطلاق في ايد الراجل عشان هو راجل مسؤول عن كلمته. هستنى منك يا منار رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي ايه، وهستنى من كل اتفرجوا علينا سمعوا قصة منار يحطوا نفسهم مكانها، نعمل ايه في بيت العيلة؟ بيت العيلة بيعمل مشاكل ولا لأ؟ جوزك بيحلف عليكي بالطلاق كل شوية؟ بيطلقك كده وكده؟ طلاق فيه هزار؟ هستناكوا تبعتوا لنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وواتساب وتقولوا لنا نعمل ايه في قصة حقيقية؟ وهستناكوا في قصة جديدة بس تكون حقيقية. باي باي.